يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. طبعا شكرا شركه سوبر سيليا من ان هي طول الوقت بتحاول ان هي يعني تبسط عملائها، انه الموضوع العلاقه بين العملاء وبين الشركه دي مش علاقه بيع منتج وشكرا، احنا صحيح لا، في اتصال دايم علشان خاطر المتابعه المجانيه. احنا كمان بندعم وبنحفز الناس انها تطلب وانها تهتم بصحتها ويبقى عندها ثقافه في انها تعرف معلومات عامه وتجاوب عشان يتبعت لهم كورس كامل مجانا. قولي لي بقى، أي قولي لي تكوينات كل حاجه في الكورس، او على الاقل ابدأي لي بالحاجات، ثلاث حاجات الاساسيه. يلا بينا. اول حاجه يا ندى هنتكلم عليها كبسولات السوبر سيليم. كبسولات السوبر سيليم من اكتر الحاجات الفعاله في نزول الوزن. ازاي؟ لان فيها كذا مكون بيشتغل على الجسم، انه بيسد الشهيه رقم واحد وبيرفع حرق الجسم للدهون. فاول حاجه عندنا في كبسولات السوبر سيليم مكون السيليم هاسك او قشور السيليم. دايما يا جماعه بقول قشور السيليم الياف طبيعيه 100%، عشان اتسالت كذا مره يا ندى حد يقول لي طب قشور السيليم دي ماده كيميائيه ممكن تلعب في المخ عندي، تلعب في كمية المخ، تسبب لي اكتئاب، تسبب لي نوبات إغماء. إطلاقا قشور السيليم مادة طبيعية 100% يا جماعة، موجودة في الخضار، موجودة في الفاكهة، موجودة في التفاح، موجودة في المانجا، موجودة في القشرة الخارجية للفواكه. من أكتر الحاجات يا جماعة اللي بتنزل الوزن هي قشور السيليم. الناس بقى، أنا آسفة مش عايزة أقطعك، بس الناس بدأت تجاوب على الصفحة. أيوة. معلش عرضوا لنا صفحة الفيسبوك تاني عشان بيقولوا لي في الكنترول بدأ يجي كومنتات كتير، فبرضه أيوة. تأكيدا هي دي الصفحة بتاعت وان دايت اللي هتقدروا تجاوبوا فيها على السؤال اللي ولازم يعملوا لايك يا ندى على لايك على الصفحة الأول قبل ما يجاوبوا على السؤال، وبعدين يجاوبوا بقى على السؤال بأكتر عدد من الكومنتات. حلو قوي، كملي لي بقى المكونات. بعدين بقى بقول لك قشور السيليم من اكتر الحاجات اللي بتنزل الوزن، بتسد الشهيه. الناس يا ندى اللي شهيتها مفتوحه بتاكل على طول، انا الصبح باكل، الظهر باكل، بالليل باكل، تعبانه باكل، عايزه انام باكل، زعلانه باكل، فرحانه باكل، اي حاجه بعمل برنامج باكل بالظبط، هو برنامج كده اكل اساسا يبقى مناسب جدا ليهم يا ندى قشور السيليم. هتحسسك بالشبع لفتره اطول، هتعلي تركيز هرمون الشبع في الدم اللي هو اسمه الليبتين، فهيعلى في الدم فبالتالي هتسد معانا الشهية. رقم اتنين من المكونات في كبسولات السوبر سيليم عندنا مستخلص التوت الطبيعي. التوت الطبيعي من اكتر الحاجات اللي بتزود الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي. يعني لو انت حرقك يا ندى 4 مع مستخلص التوت الطبيعي هيبقى حرقك 16. فطول ما انا بخلي الجسم يحرق بشكل اكبر، كل ما بيبقى دينامو حرق يبقى معنى كده ان انا مش هتخن ومش هزيد في الوزن، بالعكس انا هخس واحرق الدهون اللي عندي في الجسم اللي عامله لي السمنه. تاني حاجة بقى من الحاجات اللي موجودة معانا كمان في كورس سوبر سيليم كبسولات البيسلم. كبسولات البيسلم مكوناتها يا ندى الفانيليا، الكروميوم، قشور السيليم، القهوة الخضراء، مستخلص الأناناس الطبيعي من أكتر الحاجات اللي بتزود جدا من الحرق، وبتزود جدا يا ندى من امتصاص الأمعاء للأكل، فبالتالي إن أنت هتحسي بالشبع لفترة أطول، وبالتالي إنزيم البرومالين هيحسن حركة الأمعاء. يعني هل ده ممكن يعالج مشكلة عسر الهضم؟ برافو عليكي، بيعالج مشكلة عسر الهضم، بيعالج مشاكل المعده، بيعالج الناس اللي عندها القولون العصبي، بينظم حركه الامعاء. فانزيم البرومالين من اكتر الحاجات اللي في نكهه الاناناس او في مستخلص الاناناس الطبيعي بيحرق وبينظم حركه الامعاء وبيعالج عسر الهضم والقولون زي ما قلت.